وفي نشرة سابقة أكد الدكتور صالح عبد الكريم باحث شرعي أول بإدارة الأوقاف السنية أكد أن لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم دروس ووقفات عظيمة يجب على المجتمع الاستفادة منها وأخذ القيم والفوائد من النبي الأكرم في حلمه وحسن تعامله مع الجميع. من القيم التي تجلت في حياته صلى الله عليه وسلم قيمة الرحمة، اتضحت في تعامله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، مع أصحابه، مع أعدائه. فما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، كان يحب الصغار ويداعبهم. جاءه رجل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل صغيرا، فقال: أتقبلون؟ والله إن عندي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. وهكذا في مواقف. من القيم قيمة الوفاء، وفاؤه لأصحابه. قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى على أهل أحد الذين استشهدوا كالمودع لهم، وكذلك الوفاء مع أهل بيته ومع أزواجه